تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج ساعة اقتصاد. إذن عدد اليوم خصصناه للحديث عن الثروة السمكية بالجزائر، فالحفاظ على هذه الثروة وتطوير شعبة تربية المائيات خطوة تعمل عليها الجهات الوصية بتعزيز الاستثمار الخاص في مجال الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر أو المياه العذبة، وهي الخطوة التي تسير نحو اقتصاد جديد ومتنوع. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، أسعد باستضافة كل من السيد جمال بولخصايم، مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. مرحبا بك سيدي. مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة. شكرا لتلبية هذه الدعوة. كما أسعد باستضافة السيد بررحي نزيم، مدير مؤسسة إيزو بلوس لتربية المائيات. مرحبا بك. شكرا لتلبية هذه الدعوة. إذن في البداية بك سيد بولخصايم، لو نتحدث عن الثروة السمكية المتواجدة في الجزائر وأنواعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للثروة السمكية المتواجدة في الجزائر، أود أن أشير في البداية إلى أن هذه الثروة هي فعلا متجددة، ولكن يمكن أن تتناقص وتتضاءل من خلال الاستخدام المفرط أو الاستخدام الغير عقلاني. فلذلك كان المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات اصدر عديد الحملات التقييمية، فكل سنة يقوم بحملتين تقييميتين. الحملة الأولى متعلقة بتقييم المخزون الأسماك السطحية، والأسماك السطحية الإشارة أنها هي يعني الأسماك السطحية الصغيرة كما السردين كما اللاتشا اللونشوا سورال الماكرون وغيرها، يعني من الأسماك المعروفة لدى المواطن الجزائري، بالإضافة إلى الحملة الوطنية لتقييم مخزون الأسماك القاعية اللي تعيش في قاع البحر على في الأعماق. فإذا هذه الحملات اللي من خلالها تقدم معطياتها لوزارة الصيد البحري من أجل ضبط استراتيجيتها، من أجل ضبط يعني خطة عمل القطاع، بالإضافة كذلك أن هذه العملية تكون بإشراك المهنيين، إشراكهم في نتائج هذه الحملات. وهذا ما كان خلال اليوم الدراسي اللي تم تنظيمه تحت إشراف سيد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الأسبوع الماضي يوم 29 أوت، وكان بإشراك المهنيين اللي تم خلاله عرض نتائج الحملات التقييمية من سنة 2013 إلى سنة 2022. فالشيء الملاحظ أن وربما الكثير يسأل على قضية نقص الموارد السمكية وغيرها، فأود أن أشير إلى نقطة مهمة. أولاً، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على مخزون الثروة السمكية، والتغيرات مش فقط على مستوى الجزائر. هل هناك تناقص كبير في المخزون؟ نعم، فيه تناقص سواء على مستوى الجزائر، كما صرح السيد وزير الصيد البحري خلال اللقاء أنه فيه انخفاض بنسبة 20% خلال السداسي الأول من سنة 2024 مقارنة بالسنوات الماضية، ولكن لما نروحوا إلى حوض البحر الأبيض المتوسط كذلك فيه تناقص. اليوم حسب تقرير يعني الهيئه العامه للثروه السمكيه في البحر المتوسط والبحر الاسود، ان كل دول البحر المتوسط تنتج حوالي مليون طن. مليون طن ل 23 دوله، لما نشوفوا معدل انتاج كل دوله نلقاو حوالي 43 الف طن فقط. ففيه تراجع كبير للانتاج الصيدي خاصه بالنسبه للاسماك السطحيه الصغيره على حوض البحر الابيض المتوسط. وربما لو كان المواطن يعني الكريم يشاهد، وحتى انتم بامكانكم انكم تشوفوا بعض الصفحات بعض التقارير حتى لدول البحر الابيض المتوسط، وتشوفوا مدى الانخفاض اللي عرفوا يعني المخزون السمكي. اشاره اخرى انه في الجزائر في سنه 1990 حوالي 1990 كان عندنا 2500 سفينه تمارس نشاط الصيد البحري. اليوم في 2024 عندنا أكثر من 6100 سفينة تمارس نشاط الصيد البحري في مستوى إنتاج يعني مستقر، حوالي ماذا عن الإنتاج؟ حوالي 100 ألف طن كل سنة كمعدل إنتاج. فيعني بلغة بسيطة أنه في 1990 لما كانوا يصيدوا 100 ألف طن، كما مثلا عندنا 10 كيلو، لما يقسموهم اثنين يدي كل واحد 5 كيلو 5 كيلو، ولكن لما يقسموهم 10 يعود كل واحد يدي كيلو فقط، فينقص
المردود الاقتصادي للسفينة. هذا المردود الاقتصادي للسفينة اللي أثر على المستوى المعيشي تاع ذلك البحر، فلذلك كان مخرجات هذا اليوم الدراسي هو إعادة يعني إشراك أول شيء المهنيين في حماية الثروة السمكية. التغيرات المناخية كعامل وحافز سنعود إلى التغيرات فقط سيد بلخسان، سنعود بتفصيل إلى التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة السمكية، لكن قبل ذلك نتحدث مع السيد بريرحي عن الاستثمار في تربية المائيات، ربما كيف كانت الفكرة في البداية؟ الفكرة نتيجة لوضع اقتصادي اللي موجود، نظرا لتراجع ثروة سمكية، تراجع المخزون وارتفاع في الأسعار، يعني تولي تربية المائيات تعتبر كمكمل لهذا الثروة السمكية، والطالب بيزداد عند الشعب، يعني الشعب بحاجة إلى ثروة سمكية هذه. كمستثمر عادي يعني شغل وين يحوس هامش الربح ويحوس الفائدة، لقينا بلي فيه سوق، انه السوق ينمو، دخلنا في الاستثمار تاع تربيه المائيات، لانه العامل تاع تربيه المائيات شغل يكون فيه تحكم افضل بارابول الصيد الكلاسيكي، لانه الاستثمار يكون متحكم فيه يا اما من ناحيه الانتاج يا اما من ناحيه المنتوج، وباشرنا في الاستثمار. هل كان هناك قبل ذلك تكوين في المجال ام كيف الفكرة تنضج من 2012 يعني شغل باش ما نكذبش، انا طبيب بيطري في تكوين اصلا، وليد البحر يعني، ولي قاطن بولايه تيبازا فوق ولايه فوق بلديه بوهارون، يعني بوهارون معروفه بالسردين وبسياده، يعني شغل كاين كامل الحوافز والعوامل اللي يخليك باش تستثمر في هذه. باشرنا احنا الطلبيه في 2023 على المستوى المحلي، تنقلنا احنا مديريه صيد البحري، حددنا المشروع اللي كنا حابينه على مستوى الميزانيه تاع الشركه اللي كانت في هذيك الوقت، وين باشرنا في استثمار تاع لا كونشيليكولتور يعني بلح البحر ومحار البحر في بريمير فاز، يعني خطوه اولى وين الاستثمار يكون قليل بارابور الاقفاص العائمه، وقلنا احنا تكون عندنا خبره الاولى تاعنا في تربيه المائيات باش نعرفوا كيفاش لا بلونجي تكون، كيفاش الغوص، كيفاش نتعامل مع الفضاء والاستثمار الجديد هذا. الحمد لله لقينا كل تسهيلات على المستوى المحلي، وين عطاو لنا في ظرف 3 شهور عجزنا كوميسيون، كوميسيون تراسها الوالي عطانا المرافقه وقالنا عطانا الموافقه على المشروع، رافقنا مدير صيد البحري مع شيف سيرفيس ولي زيليمون تاع دي بي ار اش على المستوى المحلي في الخطوات الاخرى على مستوى املاك الدوله ولا على مستوى مديريه البيطره في الاعتماد الصحي. يعني الظروف كانت ملائمه للاستثمار، وين ناس يقول لك وين تعرقلت وين حبست وين، يعني يشجعوا المستثمر كل ظروف مهيئه. هذه نحكي في لافاز الاولى وين كان تمويل 100% من عندنا، يعني ما درناش قرض بنكي ولا مباشره، باشرنا في ظرف شهرين حققنا الحق الاستثمار، انجزناه على المستوى الواقعي. نسبه الانتاج احنا المرحله الاولى راهي حوالي 30 طن على المستوى السنتين الجايين، لانه يعني عندها خصوصيه في لا كونشيليكولتور سي دي سيكل طوال، يعني من 7 اشهر حتى العام ونص باش يقدر يتكون الاخر، دونك باشرنا في يعني هي موسميه وليست على مدار السنه. لا على مدار السنه، يعني احنا نتحكموا فيه فرق، يعني باش نشرحوا للناس كاين لامول هي فيها كابتاج ناتوريل، يعني طبيعه هي اللي تمد لك النساء، يعني البيبي مول كما نقولوا هنا، ونكابتيوها هنا بالاحبال اللي نحطوهم على المستوى المكان المخصص لنا، وين كابتيوها هذيك لامول تكبر عندنا، دونك سي ان سيكل اللي هو عنده العوامل الطبيعيه، يعني فيه سيكل لونار يعني القمر، وفيه بروده تاع الماء اللي هي تمد السينيال باش يصرى لا فيكونداسيون في الماء، وكاين المحار اللي هو طريقه اخرى سي دي نورسوري ارتيفيسيال وين ينتجوا يولدوا هذاك لونيسا، وحنا نجيبوه مباشره نحطوه نربيوه، يعني فيه طريقتين متكاملين يعني، ولكن شغل
دو تكنيك متفرقين. يعني في ظرف سنة هل ممكن أن نقول أنه لحقنا المنتوج؟ نعم نعم، احنا لحقنا المنتوج وخصيصا عندنا طلبيات في التصدير اللي باشرنا بهم. نعم. نقدروا نطرقوا عليهم. نعم راح نطرقوا للتصدير في الجزء الثاني، لكن قبل ذلك نبقى ما بين الثروة السمكية وبين تربية المائيات. سيد أبو الخصايم، كما كنت تتحدث في البداية أنه التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط ككل، لكن هل هذا اللي خلى ربما الوزارة تتخذ استراتيجية للتوجه نحو تربية المائيات؟ نعم، التغيرات المناخية كما قلنا أثرت بشكل كبير على المخزون السمكي، لأن ارتفاع درجة الحرارة كما يعرف ربما الزميل معنا وهو مختص في هذا المجال، أنه ارتفاع درجة الحرارة يأثر على حركة الأسماك وتواجدها وربما هجرتها، كذلك زيادة الملوحة نتاع الماء الحموضة، كل هذه مؤثرات أثر على الغذاء نتاع الأسماك، لأنه بالنسبة خاصة الأسماك السطحية الصغيرة تغذى على العوالق البحرية اللي في فيتوبلانكتون ليزون بلانكتون، لما ما تلقاش هذه العوالق تغادر الموقع هذاك. وليس فقط هذا، لأن فيه دراسات علمية تقول بأن الحجم نتاع الأسماك، لأنه لما ناخذ السردين مثلا الحجم التجاري نتاعها هو 11 سنتيم. في 2023 صدر تقرير عن يعني الهيئة العامة للثروة السمكية للمصائد السمكية، أنه فيه انخفاض حتى في وزن السمكة، انخفاض ب 15%، يعني سمكة تلقاها وصل الحجم التجاري ولكن لطاي نتاعها صغير. فهذه كلها نتائج للتغيرات المناخية. هذا خلى قطاع الصيد البحري ينظر إلى بدائل أخرى في إطار الاستراتيجية القطاعية، لا سيما متعلقة بتربية المائيات، تنمية وتطوير تربية المائيات، وهذه أحد الالتزامات السيد رئيس الجمهورية واللي تصدرت في برنامج الحكومة. فتربية المائيات فيها شقين، فيها تربية المائيات في المياه العذبة وكذلك تربية المائيات في مياه البحر. أود أن أشير فقط أنه توجه تربية المائيات ما هوش توجه جزائري فقط، وإنما توجه عالمي. عالمي العالم الآن كامل يتجه نحو تربية المائيات، وأن مؤشرات النمو في الإنتاج بالنسبة لتربية المائيات أعلى بكثير من الصيد يعني بحرية. المصائد كما يقولوا المصائد التقليدية والمصائد البحرية. ففي 2023 تجاوز إنتاج تربية المائيات إنتاج الصيد البحري، 51% من الإنتاج العالمي من الأسماك جاي من تربية المائيات. والإشارة الأخرى والمهمة واللي تملك الجزائر قدرات كبيرة فيها فيما يتعلق بتربية المائيات في المياه العذبة، أنه 62% من الإنتاج العالمي من تربية المائيات جاي من تربية المائيات في المياه العذبة. فهذه كلها مؤشرات إيجابية خلت قطاع الصيد البحري يسطر برنامج لتنمية الاستثمار في تربية المائيات، بالإضافة إلى ذلك في إطار برنامج القطاعي التوجه نحو مصائد أخرى لا سيما الصيد في أعلى البحار اللي موضوع مهم جدا وقولت له الوزارة يعني أهمية كبيرة وضمن استراتيجيتها القطاعية. نعم، في ذات النقطة دائما نبقى مع تربية المائيات، تحدثنا عن تربية المائيات في المياه العذبة وفي الأقفاص العائمة، ربما أنتم حاليا داخل البحر يعني داخل الأقفاص العائمة، هل تتوجهون مستقبلا نحو المياه العذبة بما أنها نسبة النجاح فيها عالية؟ يعني حاليا احنا مخصصين في مياه البحار، لانه يعني نود ان نكبروا المشروع يعني لانه يعني نظرا للطلبيات مثلا كاين دي فاكتور كليماتيك اللي احنا الجزائر مثلا عندها خاصيه كاين بلد شقيق يعني بدون ما نجبدوه وين مثلا البحار ما عندهمش لانه المياه سخنت عندهم بكثره وين ولا لامول ما عندهمش هما عندهم طلبيه كبيره. هنا حاليا ما ناش نعانيو من هذه المشكله وعندنا مياه وين ماهيش متلوثه نظرا لبعض المناطق الاوروبيه وين كاين تلوث كبير وين شي مرات لانه احنا المحار البحر ما نديرو له والو يعني طبيعي 100% ياكل من الفيتوبلانكتون عايش في الماء ما نزيدو له حتى برودوي كيميك ما نزيدو له دونك الفاكتور كليماتيك يلعب دور كبير والفاكتور تاع التلوث يلعب دور كبير. حاليا احنا مثلا منطقه تاع تيبازا محميه من باب التلوث
الصناعي ولا التلوث الاخر اللي يخلي انه المنتوج تاعك يكون ذوي جوده. وعندنا في المشروع الثاني اللي راح نباشروا فيه ان شاء الله اللي هو التربيه في الاقفاص العائمه اللي هما دوز اسباس اللي هما لو دورات يعني القاروس والورقه اللي هما دوز اسباس اللي الناس تحتاج ليها. ومن بعد احنا فضلنا نظرا للولايه الساحليه وفضلنا ان نقعدوا في الانفستيسمون في البحر. فيه تجربه تاع رفقاء يعني احنا تاع تربيه المائيات نتلاقاو ونهضروا ما بيناتنا. فيه تجربه تاع تيلابيا كثير من الناس كاين اللي باشروا في بسكره كاين اللي باشروا وين عندهم نتائج. نحكي على الاستثمار الخاص خلينا من الاستثمار العام اللي راهو الله يبارك مدعم في خنشلا الله يبارك جروب كوسيدار. في الاستثمار تاع الخاص الناس تجربات صغار راهم يلحقوا انه ينتجوا يوفروا المنتوج يلحقوا المنتوج في ظرف 4 شهور 5 شهور ينتجوا تيلابيا بانفستيسمون استثمار قليل. يعني ما نروحش نوجهوا الناس قال لازم مباشره استثمار ضخم واستثمار كبير. يعني الشاب يقدر هو يساعد روحه شويه. قبل الحديث عن تكلفه ربما الاستثمار في هذا المجال تحدثت في البدايه قبل بدايه الحصه انه الكثير من الصيادين يعتبروا انه من خلال استثماركم انه الاسماك نعم حاجز للاسماك ربما تحدث عليها هجره الاسماك لو تفصل فيها. هذه فيها واحد العمل تاع التوعيه. احنا مثلا على مستوى الاستثمار اللي درناه وين كي كنا نديروا الغطس في اليامات الاولانيين هو يقول لك يتطلب انه يكون صول صابلو يعني رمل مباشره ما تكونش حجره وما يكونش وكي يكون صول صابلو ما يكونش فيه الحوت. منين حنا نجزنا الاستثمار ولا كانه سي تان ريسيف ناتورال يعني واش ولات تعتبر محميه للاسماك. لاحظنا حنا من خلال الغطس في ظرف 3 شهور في ظرف 3 شهور ولينا نلقاو الاخطبوط ولينا نلقاو السمك الصغير ولينا نلقاو ثروه سمكيه اللي تزيد تخبى اللي هي راح تمثل خزان للصياد الكلاسيكي. نعم. لانه احنا ما نصيدوهمش دونك هذه يجي كما في المحميه تولد ومن بعد هذا البيض هذا يكون في محميه وولد يعاود يولي في تنويع التخزين في زياده تاع الثروه السمكيه. وين لاحظنا مثلا كيكون الاستثمار كيما هكا شاليوتي كاين ناس ربي يهديها يعني احنا نوجهوا الناس. نعم. كاين ناس بروفيسيونال وكاين ناس ربي يهديها تدخل المنطقه البريه باش دير شاليوطاج يعني هذا يفسد الثروه السمكيه. دونك تعتبر هذه الاستثمارات كوندرار يعني اللي تكون تنميه مستدامه للثروه السمكيه لانه تعتبر محميه لهذا باسكال كريان ايكوسيستم يتم الحفاظ على الثروه السمكيه. نعم. دونك فيه توعيه لازم تكون للصيادين لانه يعني شي مرات يقول لك هما كانوا يصيدوا في المنطقه هذيك. نعم. مثلا دونك تولي كي دير الاستثمار يولي ما يقدرش يصيد صح ولكن كون يديكالي غير شويه يعني يجبد شويه على الاخر يولي عنده ثروه سمكيه اللي مدتها له هذا الاستثمار. نعم. في ذات السياق سيد بلخصايم نتحدث عن هجره السمك عن كما يقولوا الصيد العشوائي. ما هي الترسانه القانونيه المتعلقه بوضع حمايه للثروه السمكيه بغرض حمايه صغار ربما انواع الموارد البيولوجيه السمكيه؟ نعم. اولا قبل ما نجاوب على السؤال اود ان يعني اثمن ما ذكره الزميل. هي خطوه مهمه. نعم. هي نقطه مهمه جدا انه في كثير من الولايات وين لما يجي مستثمر في تربيه المائيات يوضع الاقفاص نتاعو يلقى مقاومه من طرف الصيادين. فعلا هو الشيء اللي لازم ناكدوا عليه انه اختيار مناطق تربيه المائيات ومناطق يعني الاستثمار في تربيه المائيه لازم تكون مدروسه جدا. نعم. سواء دراسه علميه من خلال مركز يعني مركز الدراسات لذلك كون يعني جانب تقني. نعم. بالاضافه الى مراعاه مناطق الصيد لانه فعلا مناطق الصيد في الجزائر مناطق صغيره صح ممكن بالك المشاهد يشوف باللي البحر نتاعنا كبير ولكن مناطق الصيد هي مناطق صغيره محدوده. نعم. محدوده مناطق صالحه للصيد هي مناطق محدوده. فيشوف المهني يشوف بانه فيه منافس راه استحوذ له على المنطقه من مناطق الصيد نتاعه ولكن في الحقيقه انه هذه المشاريع تربيه المائيات كما ذكر الزميل في مشروع تربيه المحار وكذلك بالنسبه لتربيه القاجوج وذئب البحر تعتبر يعني دي ريسيف ارتيفيسيال. نعم. تعتبر حواجز اصطناعيه تساهم في تجديد المخزون الصيدي وتساهم كذلك تعتبر اماكن لتكاثر الاسماك وتجلب لها الاسماك كما ذكر.
في ظرف 3 شهور اصبح يعني خلق ايكوسيستم، خلق يعني نظام بيئي في تلك المنطقه، وهذا يساهم لتكاثر الاسماك وتجديد المخزون الصيدي. بالنسبه لحمايه الثروه السمكيه، قطاع الصيد البحري من خلال قانون الصيد البحري 0111 المعدل المتمم وضع مجموعه من الاجراءات المتعلقه بحمايه الثروه السمكيه، وكذلك العقوبات الناجمه عن مخالفه هذه يعني الصيد في نعم العقوبات المخالفه نعم. لعلها القرار الوزاري اللي يحدد الاحجام التجاريه الدنيا قطاع الصيد البحري وكباقي دول يعني العالم، كل سمكه عندها الحجم التجاري الادنى، اللي الحجم التجاري بالمفهوم هو انه لما تبلغ السمكه مرحله النضج وين تبيض على الاقل مره واحده تسمح لها باش الاستخلاف. هذا الاحجام التجاريه الدنيا. كذلك الاطار القانوني المتعلق بمناطق الصيد، تحديد مناطق الصيد، وكذلك حدود استعمال الشباك، النصوص القانونيه المتعلقه بالالات المحظوره استعمالها في الصيد البحري وتربيه المائيات، يعني كلها كذلك نظام الرقابة اللي يعمل قطاع الصيد البحري على وضعه مراقبة وتتبع السفن. نعم، بالحديث عن نظام الرقابة، نعم، هل يتم مراقبة ربما نوعية الأسماك التي يصطادها الصيد؟ فيه الرقابة فيه نوعين، فيه مراقبة السفن، جهاز كما يقولوا الفيا ماس اللي يعمل قطاع الصيد البحري على إتمام إجراءاته، اللي يتوضع على مستوى السفن من أجل معرفة اماكن السفن حتى نعم. لما يدخلوا المناطق الممنوعه يتم يعني تتبعهم نعم. كذلك بالنسبه لمراقبه المخزون، فيه يعني المفتشي الصيد البحري والبياطره اللي يكونوا على مستوى الموانئ، لكذلك مراقبه يعني سواء الاحجام التجاريه او يعني صحه المنتوج في حد ذاته، ففيه نظام رقابي سواء على مستوى الموانئ او على مستوى الصيد البحري. نعم، شكرا لك. اعود اليك سيد برارحي، ربما تحدثنا في البدايه عن الاستثمار، هل من السهل الاستثمار في هذه المنتجات وما هي ربما المخاطر التي يمكن ان يواجهها المستثمر في حال تعمقه في البحر؟ باش نكون صريح، ليس من السهل الاستثمار هي خطوه لازم يكون الإنسان قبل ما يدخلها يخمم عليها، يشوف ما هي المقومات اللي عنده اللي يقدر لها ولا ما يقدر لهاش. نعطي مثل شعبي قديم يقول لك على قد لحافك مد رجليك. دونك الاستثمار هو عبارة عن خطة راح يحطها المستثمر. درك باش نقولوا على المستوى المحلي فيه مرافقة، يعني لاحظنا احنا تغيير على المستوى، عندنا خبرة يعني في الاستثمار، لاحظنا تغيير في الإدارة كيفاش تتعامل مع المستثمر. نعم. فيه مرافقة، فيه ناس وين تسهل لك الأمور، ترافقك، تساعدك. هذه كمرحلة الأولى. نعم. يعني فيما يخص الأمور الإدارية في نعم. يا إما من خلال لاك دو كونسيسيون، يعني عقد نعم. الامتياز، يا إما من ناحية الاعتماد الصحي، يا إما من ناحية الوثائق اللي لازم لك نعم. باش تقدر تباشر الاستثمار ديالك. ومن بعد كاين مرحلة ثانية اللي هي احنا ما طرقنا لهاش في المرحلة الأولى تاع الاستثمار تاعنا، أما نستناو فيها في المرحلة الثانية تاع الاستثمار اللي هو التمويل. فيما يخص التمويل، فيه لهنا كان فيه نقاش مثلا على الاجل، فيه اجل قانوني لانجاز استثمار اقفاص العائمه اللي هو عن طريق مرسوم تنفيذي الله اعلم اللي هو 30 شهر. مثلا البنك كون ياكل لك 12 شهر من هذا الاجل القانوني، يولي هاد 12 شهر كمستثمر تقييم تاع في خاصه في الحال اللي رانا فيه، تقييم تاع العتاد اللي راح تشريه كي تحطوا في شهر جانفي مثلا، وكي تنجز مور 12 شهر باش يمدوا لك الموافقه تاع الاعتماد من طرف البنك، يقدر نتعاود تولي انت عند الممول ديالك يقول لك زاد الثمن. يعني هنا واش نقولوا، لازم يكون تواكب كيما تواكبت الاداره، فيه استراتيجيه على مستوى التمويل. وين احنا مثلا لتحقيق الاستثمار مباشرة مور ما السيد الوالي يمد لك الموافقة على مستوى الولاية،
مباشرة البنك يمشي معك بضمانات عن طريق صندوق ضمان وطني اللي يقدر يضمن في الاستثمار. هذا واش راح يخلي الاستثمار ينجز ينجح. عجزنا مرحلة فيها كانت في قبل 2012 وين كانوا المستثمرين يستفادوا من هذه الضمانات وين كان البنك يمول مباشرة. صح صراو كما يقول لك غلطات لأنه ربما هو مهنة ماش سهلة يعني فيه مخاطر على مستوى البحر فيه مخاطر على مستوى ما هي المخاطر التي يمكن أن تواجهونها على مستوى البحر؟ أولا البحر فيه تقلبات جوية مثلا تخرج نتاع 8 تاع الصباح يكون البحر كالم 12 تاع العشية يدور الحال يولي عندك غربي ميترا فلاول كورون بلونجور مازالوا الغواص مازالوا لتحت تكون ميترا عنده كورون سما فيه مخاطر تحتاج إلى عملية الغوص. الغوص حاليا فيما يخص التكوين مثلا الغواصين فيه نقص في التكوين في الغواصين. هو احنا عندنا الغوص التكوين يكون بارابول الغوص تاع الاستراحة يعني سي دي بلونجي دي بليزونس وحنا بحاجة إلى غواصين مهنيين. التكوين تاع الغواصين المهنيين ناقص يختلف عن يختلف نعم. مثلا احنا رحنا مباشرة قبل ما نديروا الاستثمار ونجوه رحنا كوننا رحنا كم غواصين غواصين استراحة وغامرنا بروحنا كغواصين عمل وين تعلمنا. أما ضبطنا احنا عندنا قواعد اسمها مهنية اللي نعرفوها حماية لورديناتور دو بلونجي وين كاين دي زاكسيدون اللي صراو مثلا فيما يخص الغوص. واحد كما يقول لك زميل صرات له في هذه السنة انو ان اكسيدون بلونجي سكون ابل ان اكسيدون بلونجي دو ديكومبريسيون يعني كيعاود طلع صرا له ان اكسيدون تنملت رجلو وين كان الاخر. مشينا حتى لوهران لانه وهران عندهم ان كيسون سبيسيال دونك هاد لي كيسون حنا ماذا بينا يكونوا على مستوى مناطق الساحليه ماشي كاع الولايات ولكن قال على الاقل زوج سوايع من لو بوين بلونجي يعني تكون فيه دراسه باش لي كيسون يكونوا ديسپونيبل لانه شريط ساحلي وين يقدر يصرا له اكسيدون على الاقل زوج سوايع يلحق لهاد لو كيسون وين دار الحق استقبلوه في وهران. اما احسبي من ولايتي بازا باش الحق لوهران 6 سوايع 7 سوايع وقت فيه مخاطر فيه مخاطر هادو اضافه الى مخاطر فيما يخص الاستثمار يعني شي مرات كاين سرقه شي مرات يجيك الناس بالفلوكه يسرق لك الحوت شي مرات يقطعوا الشبكه. نعم هناك يعني عراقيل فيه مخاطر كبار يعني سنعود إليها بالتفصيل فيما يخص العراقيل التي تواجه الاستثمار في طبيعة المائيات. إذا مشاهدينا نذهب فاصل إشهاري ونواصل بقية النقاش. عدنا مجددا مشاهدينا الكرام لاستكمال النقاش والحديث عن الثروة السمكية وفي الجزائر بالإضافة إلى الاستثمار الخاص في إنتاج الأسماك فيما يتعلق بتربية المائيات. إذن كما كنا في البداية في البلاتو يحضر معي السيد برارحي نزيم مدير مؤسسة إيزو بلوس لتربية المائيات كما يحضر معنا السيد جمال بولخصاي مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية كما يلتحق بنا عبر الهاتف الآن السيد بن علي طارق مسير الشركة أكوا برو لتربية المائيات بعين والسارة بولاية الجلفة. مرحبا بك سيد الفاضل. مرحبا بك. أهلا بك. إذن في البداية لو تعطينا صورة عن هذا الاستثمار وأنواع المائيات التي تقومون بتربيتها. نعم هنا بن علي طارق مسير شركة أكوا برو لتربية المائيات وفي نفس الوقت عضو الجمعية العامة للغرفة الوطنية لتربية المائيات والصيد البحري. نحن شركة متخصصة في إنتاج أسبوعيات البلط الأحمر وحيد الجنس الذكر الطبيعي. ونحن نعتبر شركة ناشئة ومن بين 6 مزارع على المستوى العالمي المتمكنة من تقنية الواي واي. نعم نعم تفضل نعم سيد طارق تفضل. نعم احنا ننتج أسبوعيات موجهة للتربية على مستوى أحواض الفلاحين الذين يقومون بإدماج تربية المائيات مع الفلاحة
والأسبوعيات التي ننتجها هي أسبوعيات 100% ذكور بدون استعمال أي هرمونات أو مواد كيميائية. نعم. هي تبية المائيات تتم عبر المياه العذبة سيد بن علي. نعم نعم نعم. نعم، هل ممكن تعرف على نسبة الإنتاج فيما يخص الأنواع التي ذكرتها؟ نعم، هو احنا هذا هو نوع واحد وهو البرق الأحمر، وشركتنا عندها طاقة إنتاج كبيرة. نعم. تصل إلى حتى 20 مليون أسبوعية في السنة. نعم. على حسب يعني متطلبات السوق. نعم. ممكن تعرف على العراقيل التي تواجه تربية المائيات في المياه العذبة؟ هي وككل نشاط جديد يكون فيه بعض العراقيل. العراقيل الأولى هي أنه هو يعني ميدان مش معروف جدا. نعم. يعني رانا نخطو في الخطوات الأولى في هذا المجال. والعراقيل الأخرى هي بعض العراقيل على مستوى يعني الإدارات المحلية اللي مازال ما سيرتش هذا الزخم وهذا يعني الحراك السمكي. نعم. اللي يقوم به المهنيين في المجال. نعم. سيد طارق بن علي، ربما هذا الإنتاج موجه للإنتاج للاستهلاك المحلي، هل يتم البيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك؟ ولو نتعرف أيضا عن أسعارها. شوفي باش نكونوا صراحة، هي نعم. كاين الكثير من الإجراءات التي يعني اتخذتها الوزارة لي يعني تقريب هذا المنتج الجديد إلى المواطن. وهي انهم قاموا ب يعني حملات يعني تجاريه ل يعني تقريب هذا المنتج من المواطن. وذلك بالبيع الترويجي لهذا السمك بهدف انه المواطن الجزائري اولا يتعرف على هذا يعني المنتج، وحتى انه باش يعرف انه يتماشى مع القدره يعني الشرائيه تاعو. نعم، ممكن تعرف على سعر سيد طارق؟ احنا السعر في اغلب الاوقات كان يصل الى 600-650 دينار جزائري للكيلوغرام، يعني واصل الى المواطن. نعم. اما بالنسبه الى يعني المربين فانه البيع يكون في حدود 500 دينار جزائري للكيلوغرام يعني بالجمله. نعم. بدون نسيان أنه هناك إجراءات تحفيزية من الوزارة، وهي بحصول المربين على علاوة تقدر ب 50 كيلوغرام 50 دينار جزائري لكل كيلوغرام منتج. نعم. وهذا ما يخلينا أنه يكون يعني ثمن يزيد ينقص أكثر، ومما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. نعم، سيد طارق بن علي، تحصلتم على هذه العلاوة التي تحدثت عنها التي قدمتها وزارة الصيد البحري، لكن أريد التعرف أنه إذا كان هذا المنتوج فقط خاص بمنطقة الجلفة فقط أم يتم تسويقه عبر 58 ولاية؟ لا، هذا المنتج يسوق على كامل الطرق الوطني. لأنه الناس اللي تربي هذا النوع من الأسماك في أحواض سقي فلاحي متواجدة على كل ربوع الوطن، وذلك لتقريب هذا السمك من المواطن في كل ربوع الوطن. نعم، هل هناك تفكير بتوجه نحو تصدير هذا المنتوج؟ والله نكونوا صراحة، إذا نلحقوا أنه نكفيه فقط الطلب يعني المحلي رانا نكونوا يعني شامبيون. نعم. الطلب المحلي كبير، ويعني العمل مازال كبير نقوم به باش يتم إنتاج كميات أكبر في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله وهو كذلك. شكرا لك سيد طارق بن علي على هذا التدخل، كنت معنا في برنامج ساعة اقتصادة. إذن نواصل النقاش رفقة ضيوفي في الاستوديو. سيد جمال بولخسايم تحدث عن نقطة مهمة وهي فيما يخص الإعانة التي تقدمها وزارة الصيد البحري، لو نتحدث في هذه النقطة بشكل المفصل. نعم، أول شيء توجه بالشكر لسي طارق بن علي. نعم. هو قبل أن يكون صاحب مؤسسة في مجال تربية المائيات هو خبير كذلك في تربية المائيات،
ومن الذين يعني من الأوائل اللي ساهموا في نشر ثقافة تربية المائيات خاصة في أوساط الفلاحين وتشجيع الشباب للاستثمار في تربية المائيات. اليوم نشاط تربية المائيات يعني أصبح يشهد ديناميكية كبيرة ونمو متسارع وإقبال من طرف المستثمرين خاصة في المناطق الداخلية، لا سيما تربية المائيات في المياه العذبة. فكان ضمن أولويات القطاع وضمن توجهات القطاع هو تنمية تربية المائيات خاصة في المناطق الصحراوية وكذلك في الهضاب العليا. كل ما نتكلموا على تربية المائيات في المناطق الصحراوية والهضاب العليا نتكلموا على تربية المائيات في المياه العذبة خاصة بالنسبة لسمك التلابيا. وكون يعني الجزائر نتحكموا بشكل كبير بشكل تام يعني في مدخلات تربية المائيات سواء ما تعلق بصغار الأسماك، ومؤسسة أكوا برو من المؤسسات اللي متخصصة في إنتاج يعني صغار سمك البلطي وحيد الجنس، وكذلك نتحكموا في صناعة الأعلاف، وهذو العاملين الأساسيين اللي يتحكموا في نمو وكذلك سعر الأسماك. فجاء تحفيز من طرف وزارة الصيد البحري اللي ورد في قانون المالية لسنة 2024 متعلق بمنع علاوة تحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي المقدرة ب 50 دينار للكيلوغرام، بالإضافة إلى إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك يعني تحفيز لمحولي سمك البلطي بتخفيض الضريبة من 19% إلى 90% إلى 9%. هذه كلها إجراءات من شأنها أنها تساهم في تنمية وتطوير نشاط تربية المائيات. اليوم تربية المائيات في سنة 2023 حققنا حوالي 7000 طن كاستراتيجية للقطاع. خلال سنة 2024 نعمل للوصول إلى 12000 طن، منها 1000 طن فقط من تربية المائيات. نعم، هل ممكن تعرف على عدد المشاريع أيضا؟ نعم، منها 1000 طن لتربية سمك البلطي فقط و2000 طن لمختلف أنواع تربية المائيات في المياه العذبة. اليوم عندنا 77 مشروع لتربية المائيات في المياه البحرية، بالإضافة إلى 57 مشروع لتربية المائيات في المياه العذبة، سواء مشاريع للشباب اللي تم إنجازها سواء مشاريع خاصة أو في إطار مختلف أجهزة الدعم لتربية سمك البلطي، وستكون هذه العلاوة محفز كبير لتعميم نشاط تربية المائيات لا سيما في أوساط الفلاحين. نعم سيد أبو الخصائم، ربما من خلال هذه العلاوة التي قدمتها الوزارة والتي جاءت في قانون المالية، ألم تحفز بشكل أكبر المستثمرين لولوج هذا العالم، عالم تربية المائيات بشكل أكبر؟ نعم، العلاوة التحفيزية وردت كما قلنا في قانون المالية لسنة 2024. اليوم يعني بدأت صب هذه العلاوات الأسبوع الماضي، كان عملية على مستوى ولاية خنشلة من أجل صب هذه العلاوة التحفيزية لفائدة المنتجين، راح تكون عندها أثر كبير. الإقبال على تربية المائيات سواء كمستثمرين أو حتى كسمك من خلال كما ذكر أخونا طارق السعر التحفيزي له حوالي من 60 إلى من 600 إلى 700 دينار بالنسبة للكيلوغرام من سمك البلطي، للإشارة أن سمك البلطي هو من الأسماك البيضاء اللي عندها قيمة يعني غذائية عالية لا يختلف عن الأسماك البحرية الأخرى، من الأسماك البيضاء كذلك البحرية الأخرى. نعم، هي لديها فوائد كبيرة أثر السمكية ككل. أود إليك سيد برارحي، نتحدث عن هذا الإنتاج فيما يخص، تحدثنا عن إنتاج هذا النوع، ماذا عن سعر المنتوج الذي تنتجونه؟ عندنا منتوجين يعني. نعم. المحار هو حوالي على المستوى الاستثمار اللي نديرو على مستوى لافيرما كواكول يدير واحد 300 دينار. اما في مع مستوى المستهلك يلحق حتى 700 دينار، لانه نتيجه انه ديجا فيه نقص في الميزان يعني اللي تولي مباشره، لانه هي تشد الماء تاعها يعني كي نبيعوها حنا المسماكه يكون بالماء تاعها، شي مرات تطلق الماء تاعها يعني تنقص في الميزان، مما يؤدي انه لازم يزيد في الثمن يعني، لانه يعني ربما يوزن 40 كيلو على مستوى الميناء يلحق عنده في المسماكه يولي توزن قل من في الميزان. هذا في مستوى المحار. اما في مستوى في مستوى اللامول، اما المحار هو منتوج مخصص، سي ان برودوي دو لوكس يعني سي ان برودوي اللي يلحق حتى 2500 دينار
للكيلو سعر الكيلوغرام، يعني هو منتوج ديستيني لا ريستوراسيون لوتيليري، يعني هو سي ان برودوي لوكسيو، يعني زبائن محدده فيه فوائد، يعني عنده ينسب. وحنا نظرا كي نديروا دراسه السوق، السوق الجزائريه ما عندهاش طالب كبير في هذا المنتوج، اما السوق الاسيويه، السوق الاوروبيه، السوق في هذه النقطه فقط، غياب الطلب ربما يعود الى غياب العرض الكبير في هذا الماده، والسعر ايضا ينعكس، يعني انه السعر هي ثقافه، نعم. يعني احنا ثقافه المحار ما عندناش ثقافه تاعها، وين مثلا جاتنا احنا من اطار زياره عمل وين كان جاونا من مستوى الوزاره مع خبراء، وجاونا درنا لهم من ديغوستاسيون، منين في لا ديغوستاسيون مثلا الخبير كان خبير اوروبي، لا. استهلك اكثر من الجزائريين اللي كانوا على المستوى، لانه يعني ثقافه، اما عجبهم المنتوج الثاني، يعني شغل منين داقوا المنتوج قال لك المنتوج كانت عندنا نظره عليه داقوه، يعني فيه لازم تكون خطه تسويق، يعني هذه طريقه تسويق باش يتطور على المستوى المحلي، وحنا الاستثمار يعني يكون تواكب بين التصدير ويكون على المستوى. نعم، بالحديث عن التسويق نربط الاتصال ايضا، ابقى معي سيد براحي، نربط الاتصال بالسيد تفاحي مصطفى، عضو مؤسس تعاونية الجزائر الجديدة للصيد البحري بولاية سكيكدا. مرحبا بك سيدي. سيد تفاحي، هل أنت في الاستماع؟ ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك سيد تفاحي. نتحدث اليوم في هذا الموضوع، نتحدث عن الثروة السمكية، ربما ما هو دور التعاونيات فيما يخص تعاونيات الصيد البحري؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن تعاون مؤسسين تعاونيه في مجال الصيد البحري. والمسمات الجزائر الجديده للصيد البحري. نحن عائلتين، من عائلتين، التعاونيه مكونه من عائلتين من اهل المهنه. بعد على اثر برنامج رئيس الجمهورية لتأسيس التعاونيات. قمنا بتأسيس هذه التعاونية تحت إشراف مديرية الصيد البحري ومديرية الغرفة للصيد البحري. قمنا بهذه التعاونية على أساس سطرنا برنامج للتعاونية على أساس تسويق السمك وتحويله. على مستوى التعاونية. قمنا في شهر رمضان 2023 مساهمة في تسويق سمك كل أنواع السمك بما فيه الجمبري بأسعار جد متنافسة. وايضا قمنا في رمضان 2023 سيد بسوق الرحله، تفضل. في مدينه سكيكدا قمنا بتسويق الجمبري وسمك السردين من المستورده من تونس باسعار جد متنافسه ايضا. وقمنا ايضا بتسويق، هل ممكن تعرف على الاسعار التي تم بيعها منتجات الصيدليه؟ نعم سيد تفاحي، سيد تفاحي، هل ممكن تلقينا استحسان كبير من المواطنين؟ نعم سيد تفاحي، هل ممكن تعرف على سعر الكريفات لدى التعاونيات؟ قمنا بتسويق الجمبري في رمضان 2023 650 دينار للكيلو غرام، وفي رمضان 2024 قمنا بتسويقه ب 500 دينار. لكن على مستوى التعاونية، هل يتم البيع فقط في شهر رمضان ام على مدار السنة؟ هي قلنا احنا بالهادي في شهر رمضان. وحنا عندنا برنامج
نتمنى من السيد الوزير يطلب المساعدة، لأن عندنا مشروع لبناء مكعب طبيعي بميناء سطورة للصيد البحري. حيث قمنا بطلبات على مستوى مديرية سير موانع السيدة. للأسف إلى يومنا هذا لم نتلقى أي نتيجة. نعم، شكرا لك سيد تفاحي مصطفى على كل هذه المعطيات وعلى هذا التدخل. سيجيب على سؤالك ربما السيد بولخصايم مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية فيما يتعلق الطلب الذي طلبه السيد. بالنسبة أول شيء تعاونية الجزائر الجديدة، يعني تعاونية عندها مجهود كبير تقوم به، خاصة فيما يتعلق ب تسويق او البيع الترويجي لاسماك، يعني تربيه المائيات وكذلك الاسماك البحريه اللي قامت بها بمبادره مباشره من المنتج الى المستهلك. من المنتج الى المستهلك. اما بالنسبه لهذا الطلب ان شاء الله راح نتابعوا الملف، نتابعوا الملف المشروع نتاعو مع يعني السلطات المحلية. نعم، سيتم التكفل أكيد بذلك بالإضافة إلى التسجيلات التي تقدم إلى هذه المستثمرين في هذه تربية المائيات. أعود إلى منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة التي أوصت منذ 3 سنوات بضرورة معادلة إنتاج تربية المائيات بالإنتاج الصيدي، بالنظر كما تحدثنا في البداية إلى تراجع الثروة السمكية وأيضا في أعالي البحار، حيث تشير التقديرات بأن الإنتاج السمكي في تربية المائيات في طريقه ليفوق حجم الإنتاج الصيدي وهو ما يحدث في الجزائر. هل الجزائر ستزيد وتضاعف من تطوير هذه الشعبة، شعبة تربية المائيات؟ نعم، كما ذكرت بأن منظمة الأغذية والزراعة لفاو يعني أشارت في تقريرها أن إنتاج تربية المائيات تجاوز إنتاج المصائد البحرية في سنة 2023. وفي هذا الإطار يعني قطاع الصيد البحري سطر استراتيجية وطنية في آفاق 2030 اللي تتماشى مع هذا التوجه يعني العالمي في مجال تربية المائيات، بحيث أن في 2024 إن شاء الله راح يكون إنتاج تربية المائيات حوالي 12000 طن، ليصل في آفاق 2030 إلى 60000 طن، مقارنة ب يعني إلى آفاق إلى 100000 طن، منها 60000 طن من تربية المائيات في المياه العذبة و 40000 طن من تربية المائيات في المياه البحرية. فهذه الاستراتيجية القطاعية اللي يصدرها القطاع وضع لها العديد الآليات، منها مرافقة المستثمرين لإنجاز المشاريع نتاعهم سواء في البحر أو في المياه العذبة، وكذلك الإجراءات التحفيزية اللي أقرها لا سيما علاوات التحفيزية الخاصة ب 50 دينار، وكذلك بعض العلاوات التحفيزية الخاصة بتربية المائيات في المياه البحر المتعلقة باستيراد صغار الأسماك وكذلك المتعلقة باستيراد الأعلاف الأسماك. نعم، أود لك سيد براحي لو نتعرف أيضا أن هناك إنتاج محلي في هذه الشعبة، شعبة تربية المائيات في النوعين الصنفين الذي تحدثت عنهم، هل هناك ربما استثمارات أخرى في أنواع معينة من السمك؟ كاين استثمارات عديده، يعني انا نقول في تربيه المائيات سني نظرا لنوعيه لي زيسباس اللي راهم يتربوا، هذا الا البدايه. فيها الجمبري وين عنده مجال وين يقدر يتطور كثير، فيه لاترويت سوموني يعني احنا فيه استهلاك كثير من السومون، وهذه لاترويت سوموني تشبه السومو يعني عندها قريب نفس الذوق، يختلف في اللون، وين تقدر يكون التطور تاعها في المياه العذبه وين استثمار يكون قدر يكون ناجح. فيه تيربو اللي هو نوع اخر من السمك اللي متجه للصناعه التحويليه، يعني الحوت باني هذاك درك نشوفوا فيه تشيكن بزاف الدجاج،
وفيه حوت بانيل يقدر يكون بالصناعات التحويلية، فيه البلطي اللي عنده في صناعات تحويلية هو كثير مثلا في بلدان آخر، فيه لو دوراد اللي مازال طلبية كبيرة يعني نظرا للاستهلاك، لأنه يعني المواطن الجزائري يحب يأكل السمك يعني. يعني هل هناك ربما فرق بين كما تحدثت على اللادوغاد اللي مربية واللي في الذوق؟ يعني فيه اختلاف، يعني فيه اختلاف، يعني ما يقدرش يكون ما فيهش اختلاف لأنه حتى سعرها يختلف في الأسواق، لأنه يعني الكمية لا ديسبونيبيليتي يعني تاعها والكمية المتوفرة وشغل ما وش كيف كيف. يعني الذوق تاع الحوت اللي راهو يعوم مباشرة بدون علف بدون مباشرة يكون ذوق تاعه أفضل من، أما يعني الحوت تاعنا عندنا خصوصية يعني في المناطق اللي عندنا هنا وين ذوق تاعها يكون أفضل يعني، وما تولي تختلف في الليلفاج في التربيات في الأقفاص العائمة يقدر يختلف من منطقة لمنطقة. مثلا كاين دي فارم وين عندهم كورون يكون قوي، منين يكون كورون قوي تلقى الحوت تاعو يعوم كتر كيما نقولوا، اذا عام كتر يولي الذوق تاعو افضل من وين ما عندوش الكورون وين الحوت كيما نقولوا حنا يسمان شويه يتشحم. اما شغل المنتوج يكون يلبي الطلبيه تاع الطلب المحلي الطلب على مستوى الذوق ولا على مستوى ماذا عن الاسواق الخارجيه؟ هل هناك استهداف للاسواق الخارجيه مستقبلا؟ احنا خاصه في المحار خاصة احنا كون نشوفوا الكميات على المحار التي تصدر من بلد اوروبي نحو بلد بلدان اخرى على المستوى الاسيوي مثلا الصين ولا مثلا الاندونيزي ولا مثلا على مستوى الميدل ايست يعني دبي امارات، فيه طلبيه كبيره تاع المحار. يعني وين احنا مثلا نقدروا نمدوا بديل يعني كبير في التصدير هنا، ولكن فيه طلب انه نرفدوا لي باريير سانيتير مثلا ما مع المستوى الاوروبي، وين في خلال الصالون الذي نظمته وزاره الصيد البحري داروا شريك ايطالي عن طريق الجمعيه الايطاليه لانتاج الاسماك، وين اعطاوا لنا الطلب مباشره، اعطيونا الكميات التي تستطيعون تصديرها من المحار ومن بلح البحر مباشره. اما فيه دي باريير سانيتير حنا وين تدخل وزاره اخرى اللي هي وزاره الفلاحه عن طريق لا ديريكسيون دي سيرفيس فيتيرينير مديريه المصالح البيطريه، وين هنا كاين عمل فيما يخص لا كلاسيفيكاسيون دي زون فيما يخص المتابعه على المستوى الاعتماد الصحي عندنا. اما فيه كلاسيفيكاسيون فيه امور اللي لازم نضبطوها على المستوى الوطني اللي يفتح لنا هاد لابارير سانيتاري ونقدروا نصدر. لكن على مستوى الانتاج انت جاهز للتصدير؟ نحن جاهزين للتصدير، والطلب تاعنا على مستوى المديريه احنا يعني البلد الاوروبي عندهم دي بارير سانيتار اصعب من بلدان اخرى، وحنا درنا طلبيه نحو بلد وين عندنا طالب زبون قادر اسمه عنده قابليه باش يشري علينا، والطلبيه تاعو واضحه وطلبيه احنا دفعناها بور لا دومون سكون ابل دو ديروغاسيون ديكسبورتاسيون على مستوى مديريه. نعم شكرا لك سيد برارحي. اعود اليك سؤال الاخير فيما يخص ربما الاتفاقيات المبرمه مع موريتانيا فيما يخص تطوير الشعبه. بالنسبه للاتفاقيه المبرمه مع موريتانيا فيما يخص تطوير يعني الصيد البحري وزياده الانتاج في مجال الصيد البحري، هنا اود ان اشير انه دائما ضمن الخطه القطاعيه انه فيه توجه نحو الصيد في اعالي البحار من اجل رفع الانتاج من جهه، ومن جهه اخرى استغلال اتفاقيه الشراكه مع موريتانيا من اجل استغلال حصص الصيد الممنوحه. الان فيه فوج عمل راهو في اطار المفاوضات من اجل اعاده النظر في يعني في الاتفاقيه لا سيما متعلقه بمناطق الصيد وكذلك بحقوق الولوج، وهذا كان بعد زياره وفد من مهني الصيد البحري الى موريتانيا اللي تلقاو شبه تكوين ميداني على مستوى سفن الصيد البحري في موريتانيا، واللي شاهدوا وعاينوا مباشرة ظروف الصيد وكيفية الصيد وتقنية الصيد وغيرها. فبعدها مباشرة كان فيه فوج عمل على مستوى الوزارة كما قلنا من أجل إعادة النظر في محتوى هذه الاتفاقية، كما ذكرت خاصة نقطتين أساسيتين متعلقة الأولى بحقوق الولوج، حقوق يعني الولوج لممارسة نشاط الصيد،
وكذلك متعلقة بمناطق الصيد. نعم، هل ممكن مرافقة المصدرين فيما يخص تصدير المنتجات؟ أكيد، هذا موضوع مهم جدا، وضمن برنامج القطاع وفيه فوج عمل مع وزارة الفلاحة لرفع هذه العقبات، وكذلك بالنسبه لتصنيف يعني كلاسيفيكاسيون تاع لي زون بالنسبه يعني المزارع المحار. نعم، شكرا لك سيد بلخشيم على كل هذه التفاصيل المقدمه، شكرا لك. وكما اشكر السيد براحي نزيم، شكرا على كل هذه التفاصيل المقدمه. اذا مشاهدينا بهذا نصل الى ختام برنامج ساعه اقتصاد، متابعه طيبه لبقيه البرامج، الى اللقاء.